السلام عليكم مستمعينا الأفاضل عبر أثير إذاعة البشائر ومشاهدينا الكرام عبر قناة الإيمان الفضائية، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المهم صحتك. حلقة اليوم أعزائنا الكرام بعنوان سرطان الثدي مؤشرات وعلاجات في شهر التوعية بهذا المرض، وفيها نقول وفقا لإحصاءات العام 2021 فأن أكثر أنواع السرطان شيوعا في لبنان هو سرطان الثدي، حيث شكلت نسبته 16.9%، يليه سرطان الرئة بنسبة 12.1%، ثم سرطان البروستات بنسبة 8.9%. من هنا أعزائنا الكرام وفي أجواء شهر التوعية بسرطان الثدي خصصنا حلقة اليوم من المهم صحتك للحديث حول هذا التحدي الخطير الذي يهدد حياة الكثير من النساء، خصوصا أنه في حالات كثيرة يؤدي إلى الوفاة، لا سيما طبعا في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة وكلفة العلاج المرتفعة الذي يجعل من هذا العلاج أمرا مستحيلا على البعض. من هنا تأتي أيضا أهمية الكشف المبكر التي تنقذ حياة المصابات وتوفر عليهم الكثير من المعاناة النفسية والمادية أيضا. وأكثر من ذلك أعزائنا، تنقذ أو ينقذ الكشف المبكر أسرا بأكملها، خصوصا إن كانت المصابة أما. إذن سرطان الثدي مؤشرات وعلاجات عنوان حلقة اليوم، وفيها نستضيف الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد الدكتور فادي حمدان. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. صباح الخير ويعطيكم العافية، نتشرف بوجودنا بهالإذاعة لتوعية حول سرطان الثدي اللي بشهر الوقاية من سرطان الثدي اللي هو شهر تشرين الأول أكتوبر. نحن نتشرف بحضرتكم. شكراً. وشكراً على تلبيتك دعوتنا. يعني اليوم إن شاء الله حلقة بتكون مفصلة بكل الأمور المتعلقة بهذا المرض اللي هو الخبيث، وحتى إذا شفيت منه بعض النساء يعود بشراسة إليهن، يعني حنحكي كل هالتفاصيل. يعني أولاً عرفنا هيك على طبيعة المرض السرطاني بشكل عام، يعني السرطان الخبيث الذي يستشري اللي حتى هلأ مجهول الأسباب بكثير من أنواعه، خبرنا عن هذا المرض شو بيعمل بالجسم عموما، ونرجع منفوت بتعريف سرطان الثدي. بالحقيقة مثل ما حضرتك تفضلتي، السرطانات أو السرطان بشكل عام لحديت هلأ في بعضهم عرفنا شو الأسباب، بس ما في عنا أسباب لنتفاداها أو لنعمل شيء لنوقفها. معظم الأوقات السرطانات بتبدأ بتغيرات جدا بسيطة بالجينات تبع الخلايا، وبتبتدي هالخلايا تنتشر أو أول شيء تتكاثر بشكل كتير كبير بالمنطقة اللي بلشت فيها، بأي عضو بالإنسان، بالدم، بالثدي، بالجهاز الهضمي، تتكاثر وتتكاثر لدرجة أنه إذا ما كنا اكتشفناها بشكل مبكر أو ما أسرعنا بالعلاج ممكن تبلش تنتقل لغير أعضاء، ساعتها الوقت بيكون عم بيداهمنا أو سبقنا كتير الوقت، بس يبلش هالسرطانات تنتشر برات الموقع اللي هي بدأت فيه. فهي تغيرات جينية بسيطة، هو نمو غير طبيعي للخلايا، يعني تتراكم لتعمل نمو غير طبيعي. جسم الإنسان ما بيقدر يتخلص منه بمناعته الموجودة، في عنا نحن خلايا مناعية بتسيطر على بعض التغيرات، أوقات لسبب مثل ما قلنا لهلأ بعده مجهول ما بنقدر جسمنا يقاوم هالتغيرات البسيطة اللي بتتراكم وفجأة بتصير خلايا سرطانية. سرطان الثدي منه مستجد، ولكن كمان منه كتير هيك شائع كان بمجتمعنا تحديدا، يمكن بهذه السنوات الأخيرة، ما بعرف أقدر أدي أنا يعني عدد سنين، ولكن ما كان قبل موجود كتير بهالكثرة. عرفنا عن سرطان الثدي تحديدا والعوامل المحفزة للإصابة بهذا المرض، خصوصا مثل ما قلت أنه الأسباب عموما مجهولة. هلا سرطان الثدي بالسنين القريبة يمكن صار مسموع عنه أكتر لأنه بلشت التوعية تزيد، بلشوا السيدات يروحوا يعملوا فحوصات، صار يكتشف أكتر. هو موجود من الأساس من زمان، موجود من زمان، بس يمكن الكشف ما كان يصير إلا بفترات متأخرة، أو ما حدا يعرف إنه هذا سرطان الثدي ويؤدي لانتشاره وعدم القدرة السيطرة
مسيطر عليه. بالوقت الحالي لما بلشت هالحملات اللي هي وتخصص لها عالميا شهر 10، يمكن صار الاكتشاف للسرطان أو اكتشافه بمراحله المبكرة صار أحسن وأكثر. بالنسبة لكيف ببلش، كمان مثله مثل غير سرطانات، في خلايا داخل الثدي، في نوعين من الخلايا، فيه قنوات الحليب وفيه الخلايا الغدة تاعت الثدي. ممكن يبلش بأي مكان فيهم للثدي، بيصير فيها النمو غير منه مسيطر عليه من قبل الجسم، نمو غير طبيعي بشكل كثيف ويتفاقم ويزيد مع الوقت ويسبب انتشار مبدئيا بالثدي، بعدين ينتقل للغدد الليمفاوي ولا أماكن أخرى بجسم الإنسان. كيف ينتقل بعد شوي، ولكن حضرتك المؤشرات أهم شيء، يعني هي العوارض إذا فينا نقول المبكرة وللأسف أنه العوارض المتقدمة. هلأ نحن دايما من خبر السيدات بالفحوصات الدورية اللي بتعملها تشوف أي تغيرات من اللي رح نحكيهم بالثدي عندها. دايما بنطلب عندها منا للسيدة بتعرف كيف شكل صدرة أو الثدي بحياتها العادية. دايما بنطلب منا فحصه بعد الدورة الشهرية انتهائها، بيكون كمية الهرمونات مختلفة. فبصير أي شيء هي بتلاقيه من تغير بشكل الجلد تبع الثدي، هيدا واحد من المؤشرات. كمان إذا أي تغيرات بشكل الجلد والحلمة من برا، في أنواع ممكن تصير غير موجودة أو تدخل لجوا حلمة الثدي. تالت شغلة ممكن نحن عطول بنطلب منها، لأنه هي مش كل شهر حتروح عند دكتورة أو دكتورتها للفحص الدوري للثدي، خصوصا بالأوضاع الصعبة. صحيح. والخوف أيضا، تعمل فحص لحالة بالبيت، فحص ذاتي ذاتي للثدي. أي شيء بتحسه ما كان موجود، أي طارئ أو أي شيء بتغير لازم ما تستخف فيه. أكيد. أي إفرازات من صدرة، إفرازات بأي لون، وأصعبهم أو أهمهم هي إذا كان في إفرازات فيها دم، هيدي شغلة كمان لازم ناخدها بعين الاعتبار وناخد. يعني على بساطة هذه المؤشرات عند دكتور هي مؤشرات تدل على خطر، على إصابة. أكيد يعني. بتعطينا مثل تحفيز لحتى انه ما نتركها تما تتفاقم اكثر. حتى في حدا ممكن يعاني، حسب ما قرات عن الموضوع، ممكن يعانوا من حبوب في الثدي، يعني كمان الحبوب يمكن كمان مؤشر لازم نستخف فيه. حتى يمكن يكون عقصه، ولكن لا خلينا نروح لابعاد ونعمل فحص. نحن اهم شيء اللي بنرجع نركز عليهم تغير بشكل الحلم، تغير بشكل الجلدي اللي بتصير مثل بنسميها مثل جلده قشره الليمون. اوكي. بتصير منقطه لجوا وبتغير لونها أو بيصير فيها احمرار، وأي إحساس لأي درنة أو أي شيء تكتل داخل الثدي ما كان موجود قبل، هيدا بحط لنا علامة تحفيز لنا لنروح نفحص زيادة وزيادة. قبل ما نفوت أكتر بالمضاعفات وكيفية الانتقال مثل ما ذكرنا من شوي، بلبنان نحن حضرتك بتتابع يعني سيدات مصابات وبتتابع مرضى، وحتى بوقعنا بلبنان عم ينتشر يعني زيادة. هلأ نحن الإحصائية اللي حصلنا عليها من خلال الإنترنت تعود إلى عام 21. صحيح. عم تزيد هذه الإصابات تلقائياً يعني بهذا المرض؟ هلأ نحن إذا بدنا نحكي مبدئياً عالمياً، بينحط هو سرطان الثدي الثاني عند كل العالم بعد سرطان الجلد عند السيدات وعند الرجال. بعد الجلد. بعد الجلد. بلبنان في إحصاءات بتطلع، أكيد منا 100% رسمية، بس ما في شك كل أنواع السرطانات عم بتزيد، وعم نسمع عنها كتير خلال مع الأصحاب، مع القرايب، مع العالم، عم نلاقي أنواع السرطانات كافتها عم بتزيد. عنا تلوث، عنا زيادة ما بنعرف مواد عم تدخل علينا، مواد بالأكل، مواد حافظة، كله هيدا هرمونية اللي عم نفوت. صحيح. 100% داخلي بالأكل، كل هيدي كيف طريقة المبيدات كذا، ما في كنترول على كل هالأمور.
عم نلاقي انه السرطانات عم تزيد، واكيد من ضمنهم حيكون سرطان الثدي اللي حيزيد بشكل اكثر من قبل. يمكن الرقم اللي اعطيتيه 16 او 17% رقم كبير، ولكن كمان مثل ما قلت مش تقدير نهائي، مش تقدير نهائي، يمكن يكون اعلى، صحيح. يمكن يكون شوي اوطى، بس انه اذا بهالحدود رقم كتير كبير. مشان هيك نحن الوقايه هي اهم شغله، وبعدنا من عشرات السنين لهلا الوقايه اهم من العلاج. دائما بس نقدر نكتشف على بكير او نعمل وقايه بيكون امورنا افضل بكتير من انه تكون بمرحلة متقدمة. ونقدر نعمل وقايه، نحن ان شاء الله حنحكي عنها بنهايه الحلقه، لانه اهم عامل مثل ما قلت، صحيح. بيضل يعني لانه الاسباب مجهوله، تبقى الوقايه هي الامل الوحيد بهذا الموضوع، والكشف المبكر اكيد. طيب قبل ما نفوت اكثر بالورم الخبيث اللي بيصيب الثدي، في عنا نسمع عن ورم حميد. هلا في حدا بيقول انه يعني منه سرطان حميد، ما تسموه سرطان حميد، حضرتك اجدر بانك توضح لنا الفكره. يمكن التسميات تختلف، بس بالنهايه وجود الكتل او الدرنات داخل الثدي او اي تغيرات بتنشاف على الثدي بدنا نصنفها حميد وخبيث. شو الفرق؟ هلا نحن بالفحوصات الدوريه اللي بنعملها للسيدات في عنا تصوير اللي بيفرجينا وجود اكياس مي داخل الثدي او تليفات صغيره، شكلهم على الصور، على صوره الاشعه اللي بنعملها، بتعطينا انه هيدا على الارجح او 99% انه هو منه شيء سرطاني، لانه شكله مثل تليف، بيكون كبير، بيكون شكله قاسي، تختلف من حيث مؤلم. الشكل تختلف من حيث الشكل. بينما الاشياء اللي بتكون سرطانيه، الدرنات اللي بتكون سرطانيه، بعض المؤشرات على التصوير لا حصرا، يعني ممكن يكون في تكلسات حواليها، ممكن يكون شكلها مش دائري مثلا، مزبوط، منا معبيه مي، في بقلبها مثلا أمور غير سوائل، هيدي ممكن تعطينا اتجاه أنه ممكن يكون كتل غير حميدة، بدها متابعة أكثر وفحوصات أكثر. ويضاف عليه أكيد عمر السيد اللي عم تعمل الفحص، كمان هيدا ممكن يدلنا أكثر. هيدا حنسأل عنه للفئات الأكثر عرضة، هل بناخد كل هالعوامل، هن بعمر معين الأكثر عرضة حضرتكم؟ نحن كل ما يتقدم عمر السيد كل ما معرضة أكثر ليصير عندها سرطان الثدي. ممكن يصير على عمر 80، ممكن يصير على عمر 70. فمشان هيك نحن التصوير والمتابعة لا تتوقف لسرطان الثدي، بعكس غير يمكن أنواع سرطانات مثلا بتقل فرص الإصابة فيها. مثلا على القليل باختصاصي عنق الرحم مثلا منوقف على 65 أو 70، ما منعود منفحص، لأنه ما في ذكر لأي تغيرات كتير ممكن تصير سرطانات يعني. بينما الثدي لا، لو عاشت العمر الطويل يعني 90 سنة 95 بدها تضل تتابع، لأنه بتزيد فرص الإصابة. يعني مش بس أنه بيكون بتصاب المرأة، ولكن بتزيد فرص الإصابة، بتزيد فرص الإصابة. فرص الإصابة بتزيد إذا بدنا نحكي بعض العوامل التانية اللي بتزيد فرص الإصابة، مثل ما قلنا تقدم العمر هو واحد من أهمهم. وجود تاريخ بالعائلة، خصوصا من قرايب السيدة من جهة والدتها الأم، أكتر شيء هيدا ممكن يزيد احتمالية تصير عندها، إذا حدا لقينا من خالات أو أولاد خالات عندهم سرطان ثدي من ناحية الأم، من ناحية الأم الخالات يعني، أكتر من أنه من جهة الوالد، العمات، أولاد العمات. الأم هي أكتر ممكن إذا في تاريخ بالعائلة تصاب هالسيدة أكتر. مثلا إذا السيدة بلشت دورتها الشهرية، طبعا بلش بكير بعمر مثلا 9 سنين أو 10 سنين، غير اللي بلش مثلا عمر 12 أو 13 سنة، اللي أكتر عرضة، بيكونوا أكتر عرضة. طب مثلا اللي تأخر موعد الطهر، اللي إجا أبكر، اللي تأخر لا صار عندها دورة، فهيدا اللي إجا أبكر، اللي دورتها بلشت أبكر هي الأكتر عرضة، مزبوط، لأنه في سنين أكتر معرضة للهرمونات. أو إذا تأخر انقطاع الدورة. هل الأم هون على الهامش، هل الأم كمان عرضة أكتر من السيدة الغير متزوجة للإصابة؟ صحيح، المنجبة يعني. السيدات غير المنجبات، هذا كنا حنذكرها، أنه اللي ما أنجبت ما صار عندها رضاعة، لأنه بعض الدراسات فرجت أنه ممكن الرضاعة تكون عامل مساعد على
تخفيف من احتمالية يصير في سرطان الثدي. وهول يعني أهم شيء هالأشياء، الوقت، العمر هو أكتر واحد نحن منحطه كأهم عامل ممكن يزيد احتمالية إصابة السيدة بسرطان الثدي. هلأ بنسمع عن بعض الأدوية يمكن تسبب، هل هذا الشيء سليم، الأدوية الهرمونية ولا لا؟ صحيح، هلأ في دراسات طلعت وبلشت صار لها فترة، يعني رح يصير هلأ 20 سنة أو أكتر نعمل الدراسات على نوع من الأدوية الهرمونية اللي كنا نعطيها للسيدات من بعد انقطاع الدورة الشهرية عند مثلا نقول عمر 50 انقطعت الدورة الشهرية، كنا نعطي أدوية الهرمونات البديلة عن الهرمونات اللي بيفرزون المبايض تفاديا لمشاكل الأمور مثل الهبات اليومية أو مثلاً النشفين أو مساعدة لأمور تانية. لقينا أنه إذا في سيدات، مش أنه هلأ ما بنعطي لحدا أدوية هرمونية، كانت الدراسة فرجت أنه في شوي زيادة بنسبة إصابة السيدات بسرطان الثدي، بس كانوا هالسيدات منا كبيرة يعني منا كبيرة، والنسبة اللي زادت عند السيدات كان عندهم مشاكل من قبل، يعني عندهم مثل ما مش حكينا هذا السبب الوحيد، أي مش انه الهرمون هو اللي خليهم يصير عندهم اسباب، مثلا مثل ما قلنا تأخر انقطاع الطمث، بداية الطمث بكير، ما انجبت اولاد، كان عندهم هالمشاكل، الهرمونات زادت عليهم نسبة، بس كهرمونات مش انه خلص لا ما بقى نعطي هرمونات لانه بسبب سرطان، ما كان فيها الرابط. ذكرت انه بعض انواع الهرمونات حضرتك مش كلها يمكن كمان. أكيد هي الهرمونات اللي احنا كنا نستعملها اللي هي الأستروجين والبروجستيرون اللي بنعطيهم للسيدات بعد انقطاع الطمث لحتى نساعدهم لبعض العوارض التانية اللي بتجي لإلهم. نعم. اسمح لي دكتورنا الكريم الدكتور فادي حمدان نتوقف مع اتصال حلقتنا، الاتصال اللي لازم هيك كتير ناخد منه اليوم كرمال الدعم النفسي للمرأة المصابة وحتى بعد العلاج يعني وأثناء العلاج. مستمعينا ومشاهدينا اتصال حلقتنا مع المعالجة النفسية الأستاذة شهرزاد نبوه، يعطيك العافية. علي عفوك حبيبتي، اهلا وسهلا بكم يعني عبر البشائر والايمان. عزيزتي اليوم عم نحكي عن سرطان الثدي، وطبعا المراه هون بدها احاطه نفسيه كامله بهذا الاطار، يعني خبرينا عن الاثر النفسي السلبي اللي بتعانيه المراه المصابه وكيفيه دعمها، هو سؤالنا كله باكج وحده اليوم كرمال نعرف كيف ندعم المراه، لانه كثير حيكون في هيك ضغط نفسي عليها، وخصوصا اذا راحت لمرحله استئصال الثدي، هلا بنحكي كمان عنه مع دكتورنا الكريم، هذا اللي كثير بياثر عليها نفسيا. تمام، يعطيكم العافية، يعطي العافية دكتور فادي، يعطيك العافية، أهلا وسهلا. لأن أنا مش قادرة أكون على التلفزيون عم بحضركم. نعم. فماني عارفة يعني حكينا شوي نحن عن تعريف المرض وعن مؤشرات وهيك أشياء بس، ولكن مع حضرتك الدعم النفسي كيف يتحقق للمرأة بهذا الأمر؟ من خاصة أنه قد كثير شيء هلأ وعم بكون نفسه كثير عالية لهذا المرض. طبعا نحن كثير عنا تأثير سلبي لهذا المرض، بس قبل ما بلش أنه شو تأثيراته على الصحة النفسية، حقلي شغلة أستاذي يمنى، أنه نحن لما نفوت بأي مرض، هذا المرض إما بدأ ناخده بطريقة كثير من منحة سلبي أو بدأ ناخده من منحة إيجابي. فكل ما كان تقبلنا لهذا المرض، كل ما تقبلنا هذا المرض، كل ما ما تأثرنا سلبا، كل ما حاولنا نخفف عن حالنا، كل ما هيدي العوارض تبع المرض بتخف. والعكس صحيح، نحن بنعرف انه الجهاز المناعي لما يضطرب الجهاز العصبي بصير بده يحاربه على اساس انه هو غريب عنه. صحيح. يعني عبيك لو كان حدا عنده مرض. صحيح. فكل ما انا عم بحب اقول للمستمعين انه يا ريت النساء تتقبل هيدا المرض، وطبعا هي كتير صعبة، وتتقبل حالة لحتى تقدر بس تقومه وتواجهه. بالنسبة لتأثيرات المرض على المريض ذاته، في كتير انطباعات، خاصة انه هذا المرض هو واضح، يعني على مستوى الجسدي انعكاس هذا المرض حيكون واضح على صورة الجسد بحد ذاته، انه انا بصير عندي اضطراب بهذه الصورة، خاصة انه هو من السرطانات المرئية الثدي. صحيح، منه باطن، هذا بيزيد العبء النفسي على المرأة بطبيعة الحال 100%، وخاصة المرأة عندها كثير من صورة ذاتها ومن شكلها بهمها هذا القصص.
طبعا بصير في انخفاض للنشاط الوظيفي اليومي للمريض. يعني مثل ما نعرف انه بيكون مثلا عنده التزاماته، حياه زوجيه، عمل كذا، بتصير هذه المريضه بتتاثر بهذا النشاط لما يصير عندها هذا المرض طبيعه الحال بدها تفوت بعلاج وغيره. وبصير كمان في عدم استقرار الوضع العاطفي، يعني كمان المراه اكثر عاطفه، يعني بتشتغل كثير عاطفتها كثير جياشه. فبصير هون لما تكون عنا سرطان ثدي عم نحكي عن يمكن الذهاب نحو الاكتئاب، يمكن الذهاب نحو القلق، يمكن تعمل لها اضطراب ما بعد الصدمه اللي هي PTSD. فبصير عندها اكثر هيدي يعني فوق المرض اللي عم بتعانيه، هيدي الامراض كلها او الاضطرابات ممكن تعانيها عن جد. طبعا تضعف كمان علاقتها بمحيطها، خاصة إذا كان صورة الجسد كتير مأثرة فيها، بتخف تواصلها مع الآخرين، يمكن كرمال علاجها وغيره. فبزيد عندها شعور بالوحدة، بالتخلي، بتحس إنه بده يصير عندها يمكن بعدين مشكلات إنه ترجع على شغلها. كل هول بيأثروا كتير عليها سلبا. بالإضافة إنه الجمعية الوطنية للصحة النفسية، للصحة السلوكية عفوا، بتقول انه كل 3 مصابين بسرطان الثدي من النساء بيعانوا من ازمات نفسية وعاطفية. وهي اساسا هذا المرض هو اكثر شيوعا بين السرطانات، بشكل 42% سرطان الثدي لحاله على صعيد عالمي. اليوم شو واجبنا اتجاه مصاباتنا بدعمه نفسيا؟ شو كيف لازم نتصرف معهم كمحيط؟ وبتعم نعرف نحن انه المحيط يمكن اوقات بيأزم المسألة اكتر على المصابة. مظبوط. هلا نحن لازم نعرف كتير، بتمنى على المستمعين اللي عندهم احدى بيقولوا النساء المؤنسات، احدى النساء عندها هيدا المرض، انه يعرفوا اهمية دورهم اللي لازم يلعبوه تجاه هيدا المريضة. نحن كتير مهم انه كل ما كنا داعمين للصحة النفسية أو الأعراض بشكل عام لصحة المريض والمريضة، كل ما تخفت هيدا وتحسنت حالتها، خفت العوارض تحسنت حالتها. وفي دراسة حتى هون خليني أشير لموضوع أنه انعملت بال2007 أظهرت أنه هيدا المريضات اللي عندهم هيدا الدعم النفسي أظهروا تحسن ملحوظ مقارنة بالمريضات اللي ما حصلوا إلا على علاج روتيني. بالنسبة للدعم النفسي فينا كتير، في عدة عوامل نقدر نشتغل عليها. واحدة منها أنه نعطيها أهميتها للمريضة، ما نحسسها أنه هي أنه لحالة متروكة، دايما نكون حدا واقفين ونبقى معها، لأنه الشعور بالوحدة حيزيد كتير من أفكارها، من مخاوفها، حتغرق فيهم. دايما نشغل لها وقتها إذا صح التعبير يمكن. صح، مش بس نشغل لها وقتها، كمان نشاركها بهيدي الأنشطة اللي ممكن تعملها، اللي نخليها تدريجيا تطلع من الحالة الكآبة والقلق اللي ممكن تعاني منها مريضة الثدي. كمان فينا نحن نحضر لها، نحسسها بأهميتها، نحضر لها طعام، خاصة إذا كان طعام صحي بنعرف بتقوي المناعة. نحسسها انه نحن عم نحتويها، ممكن نعرض خدماتنا. نحن نادر طبعا المريضة هون حتحس انه ما بدها تكون تقل على غيرها، فنحن ما ننطر هي تطلب، يعني نحن نبادر لحتى ما تحس حالها انه تقل. قلنا نقوم نحن نباشر بخدمتها، مساعدتها، نعرف أي متى بتاخد دواء، أي متى لا، العوارض الممكن، ممكن الزوج يروح معه مثلا على العلاج الكيميائي، هيك كتير بخفف عنا وبقلل من مخاوفها. وطبعا كمان بما أنه حكينا عن الزوج، دور أساسي عند الزوج جدا، خصوصا مع التغيرات العلاجية اللي بتترافق مع هذا المرض، جزء من علاجها وقوف زوجها حدها. بنعرف نحن أن أثر العلاج الكيميائي كتير مزعج للمرأة بمحلات معينة. الإعلام عم بقولها جزء من وجود زوجها حدها هو دعم نفسي كتير كبير لها. صحيح. خاصة أنه هي بتكون مرهقة، ونحن بنعرف إذا كانت أم لأولاد ما فيها تقوم فيهم، يعني قديه بيكون عنده دور رعائي البي ومساعدة البيت بعمل المنزلية وغيره. طبعا بعد في شغلة كتير أساسية ضروري نحكي فيها، أنه نراقب الكلام اللي عم يطلع منها قدام المريضة. يعني
نكون حذرين انه اي كلمة ممكن تعزز لها هذه المشاعر السلبية اللي عم بتعيشه. فكتير في كلام حأتطرق له بعد شوي بس يعني هيك بسيط بس قديش له اثر عميق بداخل مريضة السلبية. ألو ظهر انقطع الاتصال. حضرتك هلأ حضرتك كرمال الإرسال يمكن عم بيقطع الخط شوي. خلينا يعني نختصر الرسالة الأخيرة لحضرتك أنه شو لازم نمتنع عنه بالتعاطي مع المريض. نعم ايه بس بتقول شغلة واحدة نحن خلصنا. بتقول أنه ضرورة المفروض يلجأ لمعالج نفسي. الصوت غير واضح عزيزتي. الصوت غير واضح. نعم هلأ أفضل تفضلي. بس النقطة الأخيرة أنه كيف ضروري المشوق أو الباي الأم الزوج يلجأوا لمعالج نفسي ليعرفوا كيف تقديم هذا الدعم النفسي للمريضة. بس بدي أقول كلمة أخيرة أنه بس نستخدم العبارات التشجيعية لمريضة الثدي أنه أنا مثلا حدك بأي وقت تحتاجيه بجميع حالاتك أنت حلوة هذا الوقت مثلا حيمضي انت اقوى مما تفكري. نعم بيترك اثر ايجابي. تمام كثير. نعم المعالج النفسي الأستاذة شهرزاد نبوه يعطيك ألف عافية وشكرا. إن شاء الله بتواصل آخر معك لاحقا بحلقات مقبلة بيكون كمان الصوت أوضح. شكرا على هذه المعلومات القيمة يعطيك ألف عافية عزيزتي وأهلا وسهلا دائما. أهلا وسهلا. بالعودة لحضرتكم دكتور فادي حمدان يعني استمعنا إلى المعالجة النفسية أستاذة شهرزاد نبوه عطت هيك مجموعة نصائح وتوصيات ومنكمل كمان عن الدعم النفسي هيك صحيح. ولو باختصار مع حضرتكم هذا الشيء تحديدا قديش مهم بالعلاج قدي عن جد بيساعد المريض أنه يستجيب للعلاج وطبعا بنعرف المرأة قدي بتتأثر نفسيا من ناحية الشكل وحتى المعاناة يعني صحيح. يعني نحن بدنا شوي الدكتورة أكيد كفت ووفت من عقب شوي بس على اللي حكته بما أنه هو عضو خارج الثدي نحن إذا حنحكي بعد شوي عن العلاجات اللي من ضمنها حتكون الجراحة ومن ضمنها إذا احتاجت علاج كيماوي صحيح. الجراحة تؤثر عليها يعني على شكل الخارجي للست اللي هو جزء كتير من أنوثتها يتضمن هالجزء من جسمها أوكي؟ فهيدا ما فينا نخبيه على حدا والست بتتأثر إذا أي جراحة صارت على استئصال جزء من الثدي أو كامل الثدي طبعا. هيأثر عليها طبعا. نفسيا بشكل الخارجي مشان هيك الدعم اللي من حواليها اللي هن أهمهم الزوج لما يكون في تغير يمكن أكثر حدا لأنه صورتها قدام زوجها تغير بشكل الأنوث اللي هي بتعتبرها جزء من أنوثتها أساس السيدة على أكيد. نعم. وإذا أخذت العلاجات الكيماوية اللي بتأثر كمان على شكلها من الشعر من الإرهاق من التعب يعني يكون شوي إذا كان الزوج شوي متفهم لهالأمور إنه بدها تحصل ياخد مثل ما قالت الدكتورة شهرزاد إنه ياخد مشورة إنه كيف بده يتعامل مع الوضع مش إنه يضلوا مثل كأنه حياتهم عادية أو حتى ما يزيد مشكلتها أكيد ومصيبتها طرق مرض جديد على له علاجات بس يمكن علاجات طويلة وحترهق السيدة من جراحات من علاجات كيماوية فلازم الزوج ياخد شوي نصايح أو يتعرف عليها كيف يتعامل مع زوجته حتى تضل هي نفسيتها أو جزء كبير من العلاجات نحن بنحكي أنه بتساعدنا نفسية المريض إذا نفسية المريض كانت مرتفعة حفزناه على كل الأمور يتابع جراحات ويتابع العلاجات ممكن تساعده على حتى الشفاء حتى جهاز المناعي بيساعدها كتير لأنه مثل ما قالت الأستاذة شهرزاد يعني المناعة تتأثر بالتوتر والاكتئاب والاضطرابات النفسية صحيح. وحتى بيضعف دور جهاز المناعة يعني صحيح. مثل ما بنعرف منكمل حضرتك عن مراحل تطور هذا المرض لنوصل للتشخيص والعلاجات والوقاية. بيتطور هذا المرض كيف ببلش أول شيء يمكن الأعراض ما حكينا إذا الأعراض نقدر نكتشفها على بكير كمان والببلش كيف ببلش وكيف بيتطور من أول مرحلة لآخر مرحلة. نحن بداية خلينا نبلش من البداية كل سيدة بتوصل لعمر 40 وطلوع لازم سنويا تعمل تصوير شعاعي أشعة ماموغرافي سنويا أوكي هيدي لابد منها ما ممكن
بعرف كتير سيدات بيتهربوا من الموضوع أو خوفاً لا سمح الله يطلع أي شيء، بس هيدي طبياً ما لازم نتهرب منه، وخصوصاً نحن منركز عليها. إذا عمل أي تصوير شعاعي واكتشف شيء على بكير أو أي درني أو أي تكتل على بكير وقدرنا نستأصله قبل ما ينتشر لمراكز تانية بالجسم بيكون أفضل والشفاء كتير أعلى من المرض، حتى بجنبها علاجات طويلة ومزعجة 100%. فنحن هاي أول شغلة بعد عمر الأربعين، إلا إذا كان العائلة مثل ما قلنا عندها تاريخ طبي موجود في سرطان الثدي منتشر بكثرة ممكن نبلش بقبل وقت، بس على الأربعين هو الحد الفاصل اللي أخذني ويكمل إن شاء الله السيدة مع العمر الطويل عمره 90-95-100 سنة لازم تعمل صورة سرطان الثدي. الصورة تكشف لنا أمور مثل ما حكينا قبل شوي لمحنا لإلهم درنات أو تكتلات، وقبلها كمان بيكون بالفحص السريري عند الطبيبة أو الطبيب أو بالبيت بالمنزل إذا شافت أي تغيرات خارجية على الجلد أو على حلمة الثدي، هيدول لازم يحطوا له تنبيه لإلها للسيدة أو للطبيب اللي عم يفحصها إنه ممكن يكون في مشكل، بالإضافة للتصوير الشعاعي اللي ممكن يفرجينا داخل الثدي في أي تكتلات موجودة وحكينا عندها بيكون شكلها مش جيد. هيدا بتجي مع الخبرة بيبين بيعرفها طبيب الأشعة بيعطينا من خبرة انه هيدي ممكن تكون حميدة هيدي مش حميدة. صحيح. اذا لقينا في اي توجه لانه هالتكتلات تكون غير حميدة بدنا نبتدي نعمل فحوصات ودراسات على على الثدي اكثر من انه بس نكتفي بالتصوير الشعاعي. طيب باي مرحلة هيك اكثر ببلش انه في خطر ينتقل هذا المرض أو كيف بينتقل لأعضاء تانية بالجسم؟ هذا كتير سؤال بيسأله. صحيح صحيح. نعم. هلأ نحن معظم الأوقات أو كتير أوقات يمكن من عم نكتشف السرطان بوقت شوي متأخر لما يكون بلش ينتقل يطلع من الثدي، ينتقل عبر الغدد الليمفاوية وينتقل لمناطق تانية بالجسم، وأهم إذا انتقل لا سمح الله للكبد أو للعظم ساعتها صرنا بمراحل شوي متقدمة، الشفاء والعلاج بيكونوا صاروا شوي أصعب. بالمراحل الأولية إذا كنا نحن عم نعمل الفحوصات الدورية واكتشفناه بمرحلة بكير قبل ما ينتقل هلا السرطان ما فينا ناخد له نعطيه شيء انه خلص لا ما بينتقل، بس حتى لو كان مبكرا صحيح. بس الشفاء اذا عملنا العلاجات اكيد في شفاء. طبعا. اذا اكتشفناه مبكر بعد شفاء نهائي في يعني ممكن 95% يكون في شفاء، عنا ريسك خطر. نعمل جراحة ناخد علاج كيماوي حسب النوع اللي بيطلع معنا بالخزعات او بالزراعة الانسجة اللي بنعملها من بعد العملية، بيعطينا فكرة وين نحن موجودين شو النوع، هل هو من النوع اللي في أنواع أكيد من السرطان الثدي في نوع صعب علاجهم في نوع أهون علاجهم، يختلفوا من نوع لنوع. هلا نحكي بالعلاج بهذا الناحية. طيب بتطرنا أي عضو هو أو أول عضو هيك بينتقل له هذا المرض عند السيدة؟ أول شيء بينتقلوا بالغدد الليمفاوية. شو الخطورة بهذا الموضوع؟ لما يفوتوا على الغدد الليمفاوية ممكن ينتقلوا بالدم الخلايا يروح مثل ما قلنا للكبد للعظم لغير مراكز بالجسم، أهمهم الكبد والعظم يعني هو اللي بينتقل عليهم سرطان الثدي عبر الغدد الليمفاوية. أي سرطان بيقرب بيصير موجود بالغدد الليمفاوية يعني بيقدر يفوت على الدم ممكن يروح لأي مكان بالجسم. ذكرت أنه في أنواع تستعصي على العلاج أو صعب علاجها، يعني هذه وفقا للمرحلة اللي وصلها المرض يعني. المرحلة ونوعية يعني شو الأنواع الأصعب، يعني كيف تعرفوا هذا النوع من هذا النوع؟ حسب الزراعات الأنسجة بتقلنا أنه هذا النوع مثلا النوع المعين اللي احنا عاملين له دراسة ممكن يكون نوع ما بيستجيب مع كل أنواع الأدوية اللي ممكن نعطيها، العلاج الكيماوي ما بيستجيب فيه هرمونات معينة ممكن نعطيها لسرطان الثدي. أصعبهم مثلا اللي ما عنا علاج لهم اللي ما بيستجيبوا مع الهرمونات اللي ممكن نعطيهم، فهولي صعب علاجهم أكثر من غيرهم اللي ممكن نعطيهم الأدوية، في حبوب يمكن ياخدوها في علاجات بالمغذي بالمستشفى.
تختلف من زراعة أنسجة لزراعة تانية شو بيبين فيها. اليوم كلفة العلاج كتير مرتفعة. هلأ نحن بنعرف أنه قضية وطن يعني مش صحيح. فقط بهذا المرض صحيح. ولكن عم تقدر السيدات عموما هيك من خلال يمكن المرضى اللي بتتابعون أو من المحيط اللي حضرتك فيه عم تقدر تتابع العلاج للآخر مع كل الصعوبات عم بيضل في تأمين لبعض الأدوية اللي هي موجودة وخصوصا أنه مثل ما حكينا سرطان الثدي من السرطانات اللي جدا منتشرة بالعالم وبلبنان بضل في أدوية لألها عم بيضل يمكن عم بيواجهوا صعوبة كبيرة في مرقت فترة كتير كان في صعوبة وهلأ بعده في صعوبة يعني وزارة الصحة أكيد عم تشتغل كل جهدها بس بتعرفي هي مشكل اجتماعي واقتصادي وطني بدك أموال حتى تمولي الأدوية لأنه الأدوية وخصوصا العلاجات الجديدة اللي عم تطلع على السوق وعم تنزل هيدي مكلفة جدا بألوف الدولارات هيدي مش متناول إلا المعه مصاري للأسف يعني. بالوقت الحالي عم نواجه هالأمر وعم بيكون كتير مزعج يعني منشوف ناس مش قادرين ياخدوا علاجهم بس موجود العلاج هول تحديدا الفئة بدي أسأل عنها حضرتك بالسؤال التالي كنا أنه اللي بتوقف علاجه وبتكون مستمرة وماشي الحال شو ممكن تتعرض هيك بفترة قد تقريبا الفترة لازم ترجع فيها على العلاج وإلا شو بيصير كمان أي لا هلأ نحن إذا حددنا مراحل العلاج مثلا العلاج الكيماوي لازم يتاخد مثلا وكل 3 أسابيع أو كل 4 أسابيع جلسة أو كل أسبوعين إذا قطع فترة طويلة منبطل عنا قدرة على السيطرة على بيكون عم ينتشر بهالوقت ممكن أكثر. يكون ينتشر ويتقدم ساعتها العلاج اللي كان ممكن ينفع بطل حينفع بالوقت الحالي واجهته موضوع الأدوية البديلة نسألة دايما بحلقاتنا كلها عن كذا مرض يعني واجهته هذا الموضوع وكانت الأدوية البديلة أو بعض الأدوية مش هنسمي أكيد ولكن بعضها كان أبدا منه فعال الأمراض المستعصية ما كتير دخلنا بالأدوية البديلة سمعنا حتى من وزارة تركيا الصحة في أدوية سرطانية هاي وزارة الصحة عم بتجرب تشوفهم أو تحاربهم أو تشوف فعاليتهم لأنه حتى كمان يمكن بتعرفوا في الناس بيجيبوا أدوية بس مش مضمون شو هي يمكن هو. تركيا دولة وعندها صناعات بس اللي عم بيوصلنا طريقة الحفظ طريقة التوصيل هل هي مشرف عليها لا عم بيجوا هيك بدون ما حدا يكون عارف هالدواء قديش صار له مصنع قديش فعاليته وكيف حفظ كيف اجى بالطيارة بشكر حضرتك على هذه الملاحظة الدقيقة كتير لانه نحن دايما لما بنحكي عن الأدوية البديلة دغري من هاجم الدول ان كان تركيا او ايران لا او لا سوريا أبداً. لا نحن عم نقول انه طريقة نقل هذا الدواء هذا كتير جدا مهم اعزائنا الكرام يعني الدول هيدي لا عندها صناعات يعني مهمة كتير ولكن كيف عم يجينا الدواء هل منتهي صلاحيته هل هذه الشركات المصدر يعني هل هي من شركات يمكن شرعية حتى ملايين الناس عايشين بهالدول هذا موافق عليه هذا مجرب الدواء من هون الخوف صحيح عندك ملايين الناس عايشين بهالدول وعم بياخذوا الأدوية اللي مصنعة عندهم بس نحن الدواء بيندرس بنشوف كيف مثلا في شركات معينة بتجيبوا بشكل يمكن الوزراء الصحة المتعاقبين سمحوا لبعض الأدوية بس بتحت مراقبتهم مش انه كيف ما كان يجوا وهذا مهم جدا اليوم ووضحت لنا يا دكتورنا الكريم بنشكرك لانه عن جد انه في أدوية عن جد فعالة من هذه الدول عم نذكرها يعني أكيد. بس بدها تكون رسمية ضمن مراقبة صحية ورسمية طيب بنروح اكثر هلا على موضوع حكينا عن التشخيص بكذا محل بنروح شوي بس قبل ما نفوت على العلاجات لانه شوي بلش يدهمنا الوقت لانه عن جد موضوع متشعب جدا صحيح. فبالنسبة للمضاعفات ذكرنا بعضها ولكن امتى بيكون في خطر للوفاة يعني امتى هون بيزيد احتمال الوفاة عند السيدة وفي سؤال دائما كمان بيطرحوه السيدات انه اوقات منكونش فينا من هالمرض يعني انا بعرف حالي تحديدا شفيت ومشي حالة رجع بعدين رجع بقوة هلا هذا السؤال حنأجله شوي كمان هلا نحن كل ما تقدم المرحلة كل ما كان لقيناه صار منتشر برات الثدي كل ما احتمالية الشفاء بتقل بتتنقص كل ما انتقل لعضو تاني بالجسم كل ما احتمالية الشفاء أو التخلص من المرض كل ما وزاد خطر الوفاة صحيح نحن هلأ مثلا إذا لقينا مرض أو السرطان الثدي أو غيره انتشر لمحل نقول راح على الكبد أو على العظم في عنا نحن بنحكي عن سنوات حياة المريض مثلا
نعطيه 5 سنين قدي ممكن يعيش، ممكن إذا انتقل للعظم نعطيه بالدراسات الموجودة أكيد العمر عمر طبي بي طبعا بي بإيد ربنا سبحانه وتعالى، بس طبيا الحالات اللي اندرست لما انتشر على العظم مثلا عاشوا سنة لسنتين من العمر مع المرض مع الأوجاع والتعب. نعم. إذا كان بشكل مبكر مثل ما قلنا لك 95% ممكن يشفوا ويعيشوا أكثر من 5 سنين وعشر سنين. لما يرجع يجي المرض مرة تانية، هل هو ذاته ولا مرض تاني أو يعني خلايا تانية تكاثرت، ما ممكن نعرف، ما ممكن نعطي أي تقديرات للمريض. ممكن يكون هو حضرتك، ممكن يكون لا مش هو ذاته، ممكن هي لأنه تعرضت لعلاجات كيماوية، تعرضت لعلاجات بالأشعة. الأشعة كتير هيدي ممكن تزيد احتمالية سرطان الثدي وسرطانات تانية، يعني مش بس سرطان الثدي، ممكن تزيد سرطانات الدم إذا تعرضت لكمية أشعة عالية خلال فترة العلاج. أوقات نحن بنستعمل ممكن العلاج بالإضافة للجراحة والعلاج الكيميائي، وممكن نحتاج لعلاجات بالأشعة. طيب دائما هيك عنا سؤال نسأله بخصوصي بمرض السرطان تحديدا، أنه الجراحة أو أي هيك جراحة بتصير دغري عنا معتقد شائع مجتمعيا أنه بينتشر المرض. هون شو فيك تقلنا هذا الموضوع؟ مش مزبوط بكل الحالات ومش غلط بحالات، يعني أكيد هو الجراحة يعني بعدنا لحديث هلأ بسرطان الثدي هي جراحة يمكن أول شيء بنلجأ له غير باقي الأنواع بعلاج سرطان الثدي إذا ما كان بعد انتشر لمرحلة العظم أو لمرحلة بمراحل متقدمة صار المرض. إذا بعده ببداياته الجراحة هي الأساس، ما من بالبداية الجراحة هي الأساس، مش أنه بآخر مرحلة استئصال. الاستئصال بآخر الاستئصال بتم معظم الأوقات بالمراحل الأولى. هو أكثر أول شغلة منفكر فيها هي الجراحة، إلا إذا كان الجراحة مثلا المريضة ما بتقدر تعمل جراحة بسبب عمرها، بسبب أمراض تانية تمنع عن دخول الجراحة، أو مثل ما قلنا صار منتشر بمحلات أكثر الجراحة ما حتفيدها، بدنا ننتقل لعلاجات بالأدوية. طيب بعده السرطان على سبيل المثال عم نقول نحن بعده بالثدي في جراحة هيك جزئية إذا فينا نقول يمكن تكتلات، وفي جراحة اللي هي استئصال هيك القصد. الاستئصال دائما اكيد يمكن اول شيء بيخطر على بالكم كاطباء واكثر شيء بترفضه المراه بعتقد. صحيح. هون كيف بتحلوا الموضوع؟ كمان تعتمد هي على النوع الموجود، تعتمد على الحجم، على وين موقعه للكتلة. الاستئصال صرنا بنتجنب انه استئصال كامل للثدي منشان ما نغير بشكل الثدي، بس نحن دائما بنحط انه الاحتمال حتى لو صار استئصال كامل للكتلة اذا كانت كتلة كبيرة اكتشفتها على وقت متأخر ما بقى فينا الا ما نقدر نشيل كل الثدي، مثلا اذا كانت اصغر ممكن نشيل جزء مع فحص للغدد الليمفاوية. والجراحات التجميلية اللي بتجي من وراها ممكن نعطيها حافز للسيدة إنه صار حتى في ترميم اليوم لهذا الموضوع أكيد، وهذا كتير بيساعد أكيد السيدة أكيد أكيد. طيب بالنسبة للعلاجات طبعا نعرف نحن الكيميائي حنحكي أكتر عن تفاصيله ومضاعفاته، بس هيك نحكي شوي للمستمعين المشاهدين عن أنواع العلاجات المعتمدة من بالمراحل كافة ومضاعفاتها. بالإجمال هلأ نحن إذا مثل ما حكينا قبل شوي أنه إذا بعد استئصال الكتلة أو عرفنا شو النوع ممكن يكون في منبعت على فحص زراعة الأنسجة ممكن نعرف إذا في أنواع من سرطان الثدي تستجيب لبعض العلاجات الهرمونية اللي هي أشهرها هي التاموكسيفان وغيره. هيدول ممكن نعطيهم كأدوية حبوب ممكن ياخدوها وتفيدهم على أساس أنه نتخلص من أنه من السرطان وما ينتشر لمراكز تانية. وفي أنواع تحتاج إلى العلاج بالأدوية الكيماوية بالمغذي بالمصل بالمستشفى. نعم تمام. طيب العلاجات الأخرى بنسمع بالإشعاعي، هو كمان شو بيعتمد هذا النوع؟ بيعتمد هلأ الإشعاعي إذا كان منتشر مثلا بمراكز تانية غير الثدي غير العقد الليمفاوية أو الغدد الليمفاوية ممكن نحتاج ناخد جلسات بالأشعة
كمان لتخفيف حجمه أو تخفيف أثره على ممكن يكون عم بيسبب أوجاع بالعظم انتشار السرطان. هل هو الليزر هيك اللي بيقصدوا فيه ولا في؟ لا هو نوع من الأشعة. فعال هذا العلاج؟ فعال بكتير أنواع من السرطانات يستعمل كعلاج لحتى نخفف من حجم الكتل أو حجم السرطان حتى نقدر أو نعمل له جراحة أو يستجيب أكثر للعلاجات الكيماوية. تمام. منرجع أكثر كمان للعلاج الكيميائي لأنه هو كتير هذا اللي بتاعت الهم والسيدات لأنه أثاره كتير ومضاعفاته خطيرة. لحد هلأ ما تم اكتشاف أي شيء هيك بيمنع هذه المضاعفات المزعجة عن المرأة أو عن أي مصاب بمرض السرطان. العلاج الكيميائي شو بيشمل وقد ايه فعاليته ومضاعفاته؟ هل فينا نخفف من حدتها؟ هلا دائما العلاجات الكيماويه بتتاخذ اكيد بالمستشفى كادويه بالمصل جرعات بالمصل. المضاعفات الجانبيه اللي هي اهمها خارجيه مثلا بالنسبه للشعر او الاوجاع ولعية النفس والمشاكل بالجهاز الهضمي الا ادويه لحتى عنا ادويه لحتى التخفيف منها، بس اكيد ما في شيء بيروح 100% لانه العلاجات الكيماويه بتاثر على كل الخلايا السرطانية والخلايا العادية يعني. فممكن يصير هالتساقط بالشعر اللي أكتر شيء ممكن يشكل له شوي كمان مشكل للسيد أو لأي إنسان عم بياخد العلاجات الكيماوية، مشكلة نفسية ومشكلة بالمظهر تبع الإنسان. والأوجاع والمشاكل بالجهاز الهضمي اللي بتترافق مع إعطاء الجرعات الكيماوية. نعم. سؤال يسأل، يمكن نحن منظن أنه الغذاء كتير بعيد، علما أنه الغذاء مثل ما قلنا بالبداية بيحتوي على كتير ملوثات. صحيح. في عندك نصائح غذائية معينة للمصابة أو حتى وقائية؟ بتعرفي بالوقت الحالي ما في شيء بيقول أنه الغذاء ممكن يساعد أو يغير. أكيد. بس أكيد أي شيء صحي منيح، أي شيء ما في زوايد بأنواع السكر والحلويات بشكل كتير، نحكي عن تغذية الخلايا السرطانية بالسكر، التدخين أكيد هو جزء عامل كتير ونشوف هلأ قديش منتشر هالناس، هو من العوامل المحفزة لكل أنواع السرطانات مش بس لسرطان الثدي. يعني تشوف كل هالناس منتشرين بالقهاوي من الساعة 7 الصبح لا ومع الأزمة 100% دكتورنا، مع الأزمة غير التدخين كلمة نفخ عليها تنجلي كتير بس انتشرت. يعني يفضل التخفيف منهم، وأكيد الغذاء بشكل متكامل ومتناسق الأكل يكون بشكل صحي أفضل للإنسان من أنه بالنسبة لأي نوع من الأمراض مش بس السرطان. على ذكر التدخين كعامل مسبب، في عامل السمنة هيك قرأت بمحل معين يعني بيساعد على الإصابة، هو لما نحن يعني يكون بغض النظر إذا كانت متزوجة أو لا، لما يكون غذائنا منه صحي بناكل هالفاست فود على السريع ومنضلنا عم ناكل أكل ما بنعرف شو بيحتوي، مثل ما قلتي شو طعمه هالدجاج أو هاللحومات، شو حطوه لمواد حافظة ما بنعرفها غير اللي ممكن تكون معمولة بشكل طريقة صحية أو أي مواد كيماوية عم تنحط للخضار وهذا ما بنعرفها، فهذه كمان بتزيد السمنة. الأكل الغير صحي أكيد بيزيد السمنة، بيزيد احتمالية هي السمنة إذا بدنا عامل لكتير أمراض من السكر مثل ما ذكرت يعني والقلب وغيرها. هول الوقايات بالنسبة للغذاء وللسمنة وللسكر ولهيدا ينعطوا لكل أنواع السرطان مش بس لسرطان الثدي، كمان وكل أنواع الأمراض الأخرى، يمكن الأمراض المزمنة تحديدا. صحيح. طب ذكرت بالبداية حلقتنا أنه الوقاية، ونعرف أنه ممكن الوقاية مش عم نحكي مباشرة أنه أنا إذا عملت هالخطوات لن أصاب، ولكن وقاية هيك بالوقاية من العوامل المحفزة مش من الأسباب، لأنه مثل ما قلنا الأسباب مجهولة. خبرنا عن أبرز طرق الوقاية لكل سيدة اليوم عم تسمعنا من هذا المرض. هلأ نحن مثل ما قلنا الأمور المحفزة مش كلها فينا نحن نسيطر عليها. أكيد مثلا أكيد. مثلا السيدة المتزوجة اللي نحكي عنها، نحن منحفز مثلا على الرضاعة، شغل كتير منيح الرضاعة للسيدة وفيها وقاية من سرطان الثدي، منحفزهم بوقت كتير سيدات بعدوا عن هذا عم بيبعدوا عن هالشغلة، ونحن يفضل انه
الولد لإلك ولإله، الولد بهمنا تعطيه حليب اللي هو حليب طبيعي غير طبعاً الحليب طبعاً الاصطناعي، وقاية دائمة، وقاية لإله من الأمراض، وكمان بيساعدك على الوقاية لإلك من الأمراض، ما تزهق يعني وما تتعب. وأنا تعب قد ايه الله سبحانه وتعالى خلق يعني الإنسان، يعني عطينا هالأمور وعطاها النعم وهو عم يبعد عنا وعم يصاب، يعني صحيح. كرمال هيك الله صحيح. سبحانه وتعالى صحيح. سن هيدي الأوامر صحيح. فمشان هيك يعني كرمال الجنين نحن بنحفزكم انه الرضاعة تكون شغلي، ما تتركوها، مش انه تعبت وهلأ ما قادرة وبدي نام. فيها تعب الأمومة أكيد، بس كمان بتستفيد منها حضرتك والجنين والطفل. الأكل، طريقة الحياة كمان تكون منتظمة، بدون مثل ما قلنا نضلنا عم نعمل تدخين وأكل غير صحي. والرياضة قد إيه لها دور؟ كله هيدا اللايف ستايل بنسميه نوعية نمط الحياة نمط الحياة، كيف منعيشه، بدنا نعيشه بطريقة صحية أو ما بدنا نعيشه بطريقة صحية، هيدي بتأثر علينا سلبا أو إيجابا. الطرق الوقائية أيضا، الكشف المبكر، يعني إذا بدنا هيك نهرع إذا صح التعبير هيك شوي، ونروح دغري على الفحص عبر الأشعة وعبر كتير تفاصيل كمان. صحيح، نحن دايما بنشدد أنه ومنحفز السيدات روحوا عملوا الفحوصات، وكل ما عملتوها بشكل مبكر كل ما كان أفضل لألكن. أهون العلاج، أبسط العلاج، أسرع العلاج، والشفاء حيكون بإذن الله أكيد. يعني بعد نحن نتدخل طبيا ممكن نساعد بقدر كتير أعالي من أنه تكون خايفين الست وما بدها تعمل هالفحوصات. يعني بيها كلمات أخيرة لكل سيدة اللي عم تسمعنا كنصيحة بشهر أكتوبر، شهر تشرين الأول، شهر التوعية بمرض سرطان الثدي، شو بتحب تقول كملخص اليوم؟ نحن بنضلنا مثل ما قلنا القاعدة الأساسية لنا الوقاية من أي مرض هي أهم من العلاجات، ويكون عنده محفز. مشكورين كل المؤسسات الدولية، الوزارة والمؤسسات الخيرية والجمعيات اللي عم بتقدم، حتى المستشفيات عم بتقدم هالخدمات بشكل صار منتشر جدا، نستفيد منها، لأنه كل ما استفدنا منها وكل ما كان الكشف مبكر كل ما كان فرص العلاج أعلى. أهلا وسهلا بكم يعني مجددا الدكتور فادي حمدان الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد، أهلا وسهلا على هذه الحلقة القيمة، وشكرا لكم، جزيل الشكر لكم، وإن شاء الله سلامة قلب كل مصابات لبنان والعالم أيضا بهذا المرض الخطير، واللي هو عن جد نحن بنقدر من خلال هيك الانتباه والحذر بالتعاطي مع حالنا بنقدر نتوقع كتير. أنا بشكرك وبشكر أيضا المعالجة النفسية الأستاذة شهرزاد نبوه، والشكر الكبير لكم مستمعينا ومشاهدينا، وسلامة قلب الجميع، إلى اللقاء.